برج الحمل، مهنياً تنتهي الصعوبات المادية والمهنية التي تتعرض لها، وتفتح أبواب النجاح على مصراعيها لتدخلها بثقة وتحقق ما تريد من مشاريع. عاطفياً، تمر اليوم مع الشريك أو الحبيب لحظات من الحب التي تجعلك في عالم آخر فيه المتعة والسعادة، فاستمتع بكل لحظة. برج الثور، مهنياً تستعيد زمام المبادرة في أمر خرج عن سيطرتك، وتكون ثقتك بنفسك عالية، ولكن احذر من بعض الأصدقاء الذين يظهرون الصداقة ويحاولون الإساءة إليك. عاطفياً، الأزمة التي تمر فيها علاقتك مع الشريك أو الحبيب وقتية وتحتاج للعقلانية، لا تتسرع باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل. برج الجوزاء، مهنياً، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، لأنهما سوف يستغلا مكامن ضعفك هذا اليوم في محاولة لتحقيق مصالحهما المادية والمعنوية. عاطفياً، يحدث أمر مفاجئ يزيد روابط الحب والألفة مع الشريك أو الحبيب، ويجعلكما في قمة السعادة والهناء. برج السرطان، مهنياً، ربما تكون أمام عملية خداع واحتيال مادي من أحد الأصدقاء، كن حذراً حتى لا تقع فريسة سهلة لمن لا يحترم الصداقة. عاطفياً، إخفاء مشاعرك وكبتك لأحاسيسك يعذبك ويؤثر سلبياً على حالتك النفسية، كن منفتحاً ومارس حياتك العاطفية بشفافية وحب. برج الأسد، مهنياً، حاول تغيير كل توجهاتك وضع قواعد جديدة لرفع روح المسؤولية لديك، وانظر بعمق لكل المستجدات التي تواجهك. عاطفياً، تسير عواطفك بشكل فوضوي وخاطئ، وتبدأ جسور الحب مع الحبيب أو الشريك تتصدع هذا اليوم، حاول ترميمها. برج العذراء، مهنياً، تزول الغيوم التي حجبت عنك رؤية الواقع، وتسطع أشعة الشمس لتنير درب العمل المثمر ولتوضح طريق النجاح. عاطفياً، الشريك أو الحبيب بحاجة إلى صفحك وحنانك، فلا تقسو عليها وسامحه على الخطأ الذي ارتكبه دون قصد. برج الميزان، مهنياً، تعيش حالة من الكبرياء والرفض تؤثر على وضعك في العمل، وتتغير توجهاتك وطريقة تفكيرك، مما يؤثر على بعض القرارات الهامة بشكل إيجابي. عاطفياً، أجمل وأمتع يوم عاطفي في حياتك، حيث تعيش الحب الراقي والعشق العميق، وتتخذ الخطوات اللازمة لبناء مستقبلك العاطفي والمعنوي بطريقة مميزة. برج العقرب، مهنياً، الوقت مناسب لحل مسألة عملية مستعصية دون تقديم تنازلات جوهرية، اعتمد على ذكائك وحكمتك ليكون الحل لصالحك. عاطفياً، لن تحصل على الحب الذي تريد أن تعيشه أو تتمناه في هذا اليوم، ولكن صبرك وعدم تقديم التنازلات سيوصلك إلى حب مميز. برج القوس، مهنياً، عليك الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الخسارة التي قد تتعرض لها نتيجة عدم إشرافك بشكل جيد على أعمالك. عاطفياً، الحب المتبادل مع الطرف الآخر مهدد بالتحول إلى التعود والألفة، وبيدك فقط أن تعيد للحب قوته السابقة، وذلك بفهم ظروف الشريك أو الحبيب. برج الجدي،
مهنيا قد يحدث أمر يجبرك على إعادة النظر في موضوع عملي دقيق وهام. كن حذرا ولا تقدم التنازلات التي تتعارض مع مبادئك. عاطفيا تعيش الحب الصادق والمتبادل مع الحبيب أو الشريك، وتأخذ حياتك العاطفية توجها جديدا في طريق الرومانسية المرتبطة بالواقعية. برج الدلو. مهنيا تكون أمامك وقائع وأمور جديدة تشاهدها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام، وتجعلك تغير كل آرائك وتوجهاتك في علاقتك مع المحيطين. عاطفيا أزمة مع الشريك أو الحبيب تتطلب الصدق والشفافية ومصارحته بكل شيء، لأن الحقيقة وسيلة لتصحيح العلاقة العاطفية بينكما. برج الحوت. مهنيا ومضات فكرية وخواطر تتوارد إلى ذهنك ستساعدك على إعداد خطة تجعل حياتك تسير في اتجاه آخر ومختلف، مما ينعكس إيجابيا على عملك ودخلك المادي. عاطفيا تعيش الحب الحقيقي بعد طول انتظار، وسيكون شعلة تضيء الطريق لتجعلك أكثر تفاؤلا واستقرارا.